السلام عليكم. حديثنا اليوم عن ملك عربي، عن سيد من سادات بني حنيفة، أحد ملوك اليمامة، إنه ثمامة بن أثال، ذلك الملك الذي كان لا يعصى له أمر عند قومه، إلا أن هذا الملك العربي كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب أن في عام السادس للهجرة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك والأمراء يدعوهم للإسلام، فأرسل رسالة إلى هذا الملك، فغضب وأعرض: من هذا محمد حتى يدعوني أن أتبعه؟ فأخذته العزة بالإثم، بل ركبه شيطانه فأغراه بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا خطط لهذا الأمر، إلا أن أحد أعمام ثمامة يعني ثناه عن عزمه هذا. فتخيلوا إلى أي درجة بلغ به هذا البغض للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، أنا خلال تحضير لهذه الشخصية قرأت في أحد المصادر أنه مرة ظفر بعدد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قبض عليهم وأسرهم، فماذا فعل بهم؟ قتلهم جميعا وشر قتله. فلما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام حزن عليهم وغضب، فأهدر دم هذا الملك العربي ثمام بن أثال. أيها الأحبة، وانت تقرأ وتطالع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقدر الهم الكبير الذي تحمله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسؤولية كبيرة. يعني مجرد يرسل رسالة إلى شخص فالجواب يعني يقرر اغتيالك ويظفر بأصحابك فيقتلهم. طيب إذا أنت ما عجبك الإسلام لا تسلم، لكن ليش الجناية؟ ليش الاعتداء؟ هذا المجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي غيره هذا التغيير الهائل. لكن لاحظوا كيف مجريات التاريخ تجري، وكيف الله تعالى يقدر المقادير بعلمه وحكمته. هذا الملك العربي ثمام بن أثال مرة نوى يخرج إلى مكة للعمرة، طبعا عمرة شركية يعني حول أصنام وثنية. سبحان الله، في الطريق وقع أسيرا لدى الصحابة، شافوا رايح مكة فقبضوا عليه. ربك، قبضوا عليه وسيق مقيدا إلى المدينة في مشهد ذليل. سبحان الله، نزلت به نازلة لم تكن بالحسبان. حتى الصحابة ما دروا أن هذا الملك ثمامة بن أثال، وإلا لقتلوه لأنه مهدور الدم. أتى به الصحابة وربطوه في سارية من سوار المسجد، فلما رأوه النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذا ملك اليمامة، فقال للصحابة: أحسنوا إسارة. يا الله، هذا خلاف المألوف، نعم بالنسبة لي ولك، لكنها أخلاق الأنبياء. وقف النبي عليه الصلاة والسلام قبالة وجهه، التقت العينان وصارت المواجهة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد مالا فسل أعطيك منه ما تريد. يعني خيره بين ثلاثة أمور: أولا، إذا عفيت عني سأكون لك شاكرا، وإن قتلتني فعندي قومي سيثأرون منك، وإذا تريد المال سل ما تريد وأعطيك. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ومضى حتى كان يوم الثاني، فسأله: ما عندك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب. فلما كان يوم الثالث سأله: ما عندك يا ثمامة؟ فأجاب بنفس الجواب، ثلاث خيارات: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تريد مالا أعطيك منه ما تريد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع القرار المحمد الآن بعد ثلاثة أيام. قال للصحابة: أطلقوا ثمامة. ماذا؟ أطلقوا ثمامة. فقام الصحابة رضي الله عنهم وفكوا قيده. الغريبة، بمجرد ما أطلقوا الصراحة ثمامة فإذ به يقفز ويخرج من المسجد ويهول في أزقة المدينة، وجد بستانا فدخله. ما الذي حصل؟ غدا